أنا حب أتم سؤال يعني ديما نسهلوه كي نجبدوا من مجلة الأحوال الشخصية، هو في الحقيقة دكتورة لطيفة هو سؤال تاريخي. هناك من يقول، حب نسألك أنت ونسأل سي عبد الجليل، هناك من يقول أن مجلة الأحوال الشخصية جاءت في فترة لم يكن فعلا المجتمع التونسي مهيئ لتلقيها لقبولها، ما رأيك عبد الجليل وبعدين نورا؟ والله رأيي هو قبل كل شيء سعد بورقيبة هو مؤسس الدولة الوطنية التونسية. نعم. وفي إطار هذا التأسيس وضع هذه اللبنة كما قالت سناء المؤسسة للأسرة الجديدة ولرؤية مجتمع جديد، هذا مش فقط الأسرة، رأي أبعادها أكثر من هكا. فما هذا القول الذي يقول بأنه جاء بالمشروع هذا وقت المجتمع ما كانش مهيئ، ولكن كي نشوفوا لما وقعت، حتى معناها وقعت معارضة ولكنها كانت معارضة قليلة جدا وضعيفة جدا لمجلة الأحوال الشخصية. وقعت وهي تنجم النجم نقوله اللي كانت دخلت في إطار صراع سياسي وتوظيف سياسي أكثر من أنه أكثر تدخل من طرف المجتمع في هذه القضية بين الحزب الدستوري القديم والحزب الدستوري الجديد. ووقعت ردود فعل عن طريق جريدة الاستقلال التي هي كانت جريدة الحزب الدستوري القديم حول هذه المجلة الجديدة، ووقعت بعض المعارضات في صفاقس عبر بعض المنابر، ووقعت لائحة في المساجد، المنابر المسجدية طبعا في المساجد، ووقعت معنى هذا ما تعطينا المعلومات التاريخية والوثائق التاريخية لائحة صحوها في أقصى ما يمكن في تلك الفترة 300 واحد دوروها على الناس، ما لموا إلا 300 واحد. معناه هذا دليل وأنه المجتمع التونسي مرفضش هذه المجلة. وعلاش نقولوا ما رفضش هذه المجلة؟ لأن المجتمع التونسي بالنسبة لي بورقيبة هو كان يجسم إعادة السيادة للتونسيين، السيادة التي كانت مسلوبة، وكل المقترحات والمشاريع اللي جابها بورقيبة نظر لها الشعب التونسي في تلك الفترة داخلة في هذا البرنامج الكبير الذي يسمى إعادة السيادة التونسية وبناء هذه السيادة التونسية على أسس برنامجه الذي كان برنامج تعسيري تحديثي إلى غير ذلك.